مؤمن؟ بس اروح على البيت احكي لماما انك اكلت برا؟ لا اوعى بتبلش لي ماما المزاكي الاكل وكل مطعم مزاكي مش منيح بسبب لك مرض. حل عني انت وياها زيك كثير بحب انا. شمالك؟ والله تحلف لصاحبي بدي اقتله بدموت. يا مؤمن خالك هون قوم اقعد معاه يا ابن الحلال. صح هو اخو مرتك انت ما تبطل. طب اخو مرتي بس بس انت خالك ها بدي اياك. صح تتجوز اخته؟ انا جوزت اخته. يلا روح اقعد جنبه؟ يلا نام. مؤمن انت حاكي لامك ان الوقت كنا مع بنات هسه بس طلعنا؟ شو مصدوم؟ والله مش انا حكيت لها. ولا كيف عرفت؟ ايه هي جوزت ابني بالحكي ضحكت علي. ضحكت عليك؟ ما اعطتك مصاري؟ وضحكت عليك؟ وهي عرفت وردت. يلا اكلنا خرا. يا مؤمن خالك هون قوم اقعد معاه يا ابن الحلال. صح هو اخو مرتك انت ما تبطل. طب اخو مرتي بس بس انت خالك ها بدي اياك. تتجوز اخته؟ انا جوزت اخته. يلا روح اقعد جنبه. يلا نام.